حلا دغنيغما اشكا بيوتي بيوتي فيلا واش كتفكري ديري بحالها حتى انت بروشينمون و فوالا دونك واش عندك شي فكره انك تستمري في هذا المجال هذا ديال التجميل ولا بوتي اون جينيرال؟ هذا المجال هو اكثر مجال كيعجبني بزاف وكنلقى راحتي فيه، كنشوف انني نقدر نبدع فيه. فان شاء الله كوثر شنو الفكره ديالها انه ان شاء الله يكون فروع اكثر ديال اشكا بيوتي فيلا في مدن مغربيه، وان شاء الله علاش لا حتى انا ندخل معها ولا ندير شي حاجه في مدينتي الناظور ان شاء الله. بزاف ديال الناس كعاو شويه وبقى فيهم الحال وبقات فيهم كوثر بزاف مورا ما خدات داك القرار ديال انها تبعد على المجال الفني. كيفاش انت واسستي اختك وكيفاش عاونتيها في انها تاخذ هذا القرار هذا؟ نقول كل حاجه، بزاف ديال الناس حاب لهم انها كوثر صافي يعني اعتزلات، هي باقي ما اعتزلات غير انه الفكره ديال الاعتزال عندها في بالها. كما قالت هي كوثر وصرحات قبل في ديزانترفيو انه بحال داك بحال شي حاجه عيات كدير فيها مجهود ولا يعني ما قدرتش تنجح فيها كما هي كانت كتحلم بها. ف شنو غنقول لك يعني الله يسهل عليها ونبغي اختي تكون في شي حاجه اللي كترتاح عليها. ان شاء الله هذا البيزنس اللي دارته يدخل عليها ان شاء الله بالخير وبالرزق.